إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يلتقي نخبة من أدباء وفنانين المحافظة، وأجواء متفائلة لإنسيابية موسم الحصاد، وانتظار مليون طن من الحنطة تعيد التوازن إلى سلة العراق الغذائية. السوداني يرأس اجتماعاً طارئاً لتقييم عمل الوزارات، ويرمي كرة الخدمات في ملعب الموازنة الاتحادية وتصحيح المسارات. ترجيحات برلمانية للمصادقة على المتبقي من بنود الموازنة مساء الأحد، والبارتي يؤكد إفشال مؤامرة لمحاصرة الإقليم اقتصادياً. ومختصون يدقون ناقوس خطر 70% من أدوية العراقيين غير الصالحة للاستخدام، ونفي ظهور إيبولا في كركوك. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.